العمل على دراسة الفرص المتعلقة بإنشاء محاور لوجستيكية في إفريقيا هدف جوهري لورشة عمل دولية تحت عنوان تطوير المحاور اللوجستيكية في إفريقيا. الورشة جرت بحضور سفراء من الدول الإفريقية المشاركة. هاد البلدان تقوي القدرات ديالها فيما يخص اللوجيستيك كدعامة لتطور ديال الاقتصاد وديال التجارة الداخلية والتجارة الخارجية في هاد البلدان، وهذا يعني الأهم هو أنه يقدر يساعد في التنمية ديال التبادلات جنوب جنوب ما بين هاد البلدان. ورشة العمل هذه تعرف مشاركة 11 بلدا إفريقيا بالإضافة إلى المغرب، وتمتد أشغالها لمدة يومين ببرنامج يتضمن حلقات نقاش بشأن اللوجستيك كوسيلة للاندماج والتكامل الاقتصادي وتيسير التجارة في إفريقيا، فضلا عن تبادل الخبرات الإفريقية في مجال تطوير محاور اللوجستيك. هذه المدة كاملة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية يعني راكمت واحد التجربة والخبرة، ومن بعد شركات في إنجاز دراسة اللي كتهدف لتحديد فرص الاستثمار أو فرص إحداث محطات لوجستيكية في 11 دولة إفريقية. ونحن الحقيقة نعتز الحقيقة أيضا بالخطوات الكبيرة اللي قامت بها المملكة المغربية منذ فترة طويلة جدا بقيادة الملك محمد السادس نصره الله في الحقيقة الربط مع القارة الأفريقية من خلال الاتفاقيات العديدة التي تم توقيعها. في نهاية هذه التظاهرة ستنظم الجمعية الوطنية للنقل واللوجستيك زيارة للوفود المذكورة لمركز اللوجستيك التابع للجمعية الوطنية للنقل واللوجستيك في زنات المحمدية، خطوة تهدف إلى تمكين المشاركين في هذا اللقاء الدولي من الاطلاع على النموذج المغربي لتطوير اللوجستيك.